السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما تبقى قاعد في الطبيعة زي دهيت، أنا في بلد كده بغض النظر هي إيه، بس لما تكون الدنيا كلها جبال وساقعة وكلها خشب زي ما إحنا شايفين، طبعا ده كل ده خشب السويدي اللي بيتكلموا عليه أو النوع الباين. فبالتالي أنا إيه كده إيه بنشوف الخشب، كل حاجة معمولة من الخشب اللي موجود. خلينا نشوف البيت اللي أنا فيه ده هو أو المكان اللي أنا فيه ايه اللي بيستخدموه في الخشب. ما اقدرش اجي ما وراهولكمش، ما ينفعش. يلا بينا. بنبتدي طبعا بقى ايه بالكرسي ده. كرسي جذع شجرة محفور. طبعا الشجرة كبيرة جدا، فانه الواحد يعني عشان اوريكم بس الحجم، ادي رجلي، شجرة كبيرة ومحفورة اتعمل منهم كرسيين. خلينا بقى نشوف المكان وجماله. لو بصينا بقى على الخشب اللي ماسك التندة الكبيرة دهيت، فهنلاقي بص ان هي محفورة داخلية، واللذيذ ان هما واخدين الكونتور بتاع الطوب. فلو بصينا من هنا كده هنلاقيهم حفرينها، مش سايبينها كده بيتة، لا كل حاجة داخلة، وهنا ما فيهاش اي ايه غيره، هي متركبه عاشق ومعشوق، وطالعه هنا بنفس الطريقه ايه عاشق ومعشوق. فدي التنده بتاعه المكان. لو اتكلمنا بقى على الباب، فالباب ايه كميه خشب طبعا غير طبيعي يا جماعه اللي موجود في المكان ده هوت. فخلينا نخش كده ونشوف ايه الدنيا عامله ازاي. طبعا الخشب زي ما احنا شايفين في كل حته في المكان، من السقف للحيطان. تعال بص بقى على الترابيزه دي، حته خشب جزع. طبعا الجزع كبير جدا، انا يعني ما اظنش هنلاقي زيه في مصر، ومعمول على شكل مثلث وبالحديد، والفينشنج بتاعه زي الفل. نفس الحكايه، اجزاء يعني جزع الشجر معمول برضو بنفس الطريقه، حته فروه خروف واديها. طبعا عشان الجو هنا ساقعه، فالموضوع ده يعني بيبقى مهم جدا بالنسبه لهم. لو دخلنا برضو على الشجره دي، جزع محطوط، ونخلي بالنا انه الجرين طالع كده، يعني الشجره هي طالعه كده ومقسمها بالارض. طبعا مع الحديد وكلام من ده تطلع شكلها حلو قوي. دي الدفايه، خشب طبعا تحت حديد عشان ما تولعش الدنيا، انما زي ما احنا بنشوف كله عاشق معشوق، كله داخل عاشق ومعشوق. جذع شجرة طبيعي مثبتينها بالكلام ده. المكتبة دي عجبتني جدا، عبارة عن شجرة جذع طالع متثبت في الحيطة من فوق، ولو بصينا شوية دواير متثبتة من تحت بالشكل ده هوت، وتقدر تحط عليه اللي انت محتاجه. طبعا السقف نفس الطريقة، كلها المكان كله سقف، وناس متجوزة وكاتبة 1992 بالحفر، والاحتفال 1963. نفس الحكاية الشجرة. شغل الحديد يا جماعة مع الخشب بيدي شكل حلو جمالي جدا. ده بصراحة يا جماعة بقى ايه انا ما شفتوش قبل كده، جذع شجرة معمول كرسي عالي، ستول زي ما بيسموه، كراسي. ادي جذع الشجرة، الحديد تحت هنا عشان تحط رجلك، وفي نفس الوقت الظهر بتاعه من الحديد. جذع الشجرة بقى معمول كرسي، الموضوع في منتهى السهولة يا جماعة، هو الموضوع كله فقط ذوق ولايق على المكان طبعا. فزي ما احنا شايفين خشب زي ما هو
مش حتى متنضف، يا دوبك متصنفر من فوق ومحطوط له 3 رجلين. طبعا الشكل ده يا جماعه الخشب، تخزين الخشب للشتاء. طبعا هم هنا عاملينه ديكور عشان هي يا دوبك التخانه بتاعتها حته صغيره كده زي ما انتم شايفين صبعي، انما هو حاطينها عشان يدي المنظر الجمالي ده. لو بصينا على الرف كله برضو عاشق ومعشوق. بص هنا كده لو اتكينا على دي جامد هتطلع تقع على الارض. نفس الحكاية دي بندخلها كده عشان يمسك نفسه. البيت ده بقى يا جماعة بصوا جماله، بصوا معمول طبعا الورد ده مسألة ذوق، بس كله بالخشب، كله معمول بالخشب. تعالى نخش جوه بقى ونشوف في ايه جوه. ساونا عشان التلج تقعد وتتدفى. طبعا احنا بلادنا اساسا ساونا، فيعني مش محتاجين نقعد في حاجات زي كده، احنا محتاجين الساعة. مفيش يعني احسن من الواحد ينهي الحلقة فوق السحاب. كمية الشجر والخشب اللي موجودة هنا غير طبيعية. اشوفكم الحلقة الجاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.